أقوى من الباتريوت الأمريكية، وتضاهي في قدرتها منظومة S-400 الروسية. منظومة دفاع جوي إيرانية ستغير قواعد الحرب في الشرق الأوسط بعد أن كانت الطائرات الإسرائيلية تشن مئات الهجمات التي استهدفت شحنات أسلحة وصواريخ ومعسكرات لإيران داخل سوريا من مطار دمشق الدولي وحلب وحتى الحدود مع العراق. فكيف استطاعت إيران وقف الهجمات الإسرائيلية؟ وما هو السلاح الذي أرعب إسرائيل؟ ولماذا لم تستخدمه إيران إلا مؤخراً؟ وهل ستقامر إسرائيل باستفزاز إيران مجدداً؟ نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مواصفات واحدة من أقوى منظومات الدفاع الجوية حول العالم، بافار 373 الإيرانية. ما هي منظومة بافار الصاروخية؟ تعرف باسم منظومة باور 373 أو بافار الصاروخية، هي منظومة دفاع جوي صاروخية متنقلة بعيدة المدى إيرانية الصنع ذات نطاق تهديف كامل يصل إلى 360 درجة. تم تصميمها وصنعها على يد خبراء وعلماء منظمة الصناعات الجوية الفضائية التابعة لوزارة الدفاع، وبالتعاون مع مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي والمراكز العلمية والبحثية في إيران. تستخدم منظومة بافار بشكل أساسي لقمع الاعتداءات الجوية والدفاع عن الأماكن الحساسة داخل إيران كالمنشآت النووية والمعامل الكبيرة والمطارات وغيرها من المنشآت الأخرى. وبتدشين هذه المنظومة ارتقت إيران إلى المرتبة السادسة عالمياً في مجال إنتاج منظومات الدفاع الجوي، إذ تعتبر أعقد مشروع دفاعي في تاريخ إيران ومن أهم المنظومات الدفاعية التي تمت صناعتها داخل إيران خلال أقل من 10 سنوات، وحتى من أهم المنظومات الدفاعية على مستوى أقوى جيوش العالم. من القدرات الأخرى للنظام الراداري لهذه المنظومة هي الكشف عن الصواريخ المضادة للإشعاع والرادار. علاوة على ذلك، فإن جميع أجزاء منظومة باور 373 للدفاع الجوي ركبت على مركبات ذات عجلات، وعلى هذا تعتبر متحركة. ومركبة ذو الجناح الثقيلة كشاحنة نقل تستخدم لنقل منصة إطلاق لمنظومة باور 373 للدفاع الجوي. وهذه الشاحنة تحتوي على 10 عجلات ولديها القوة على عبور النهر إلى عمق 1.5 متر وبسعة حمولة قصوى تبلغ 30 طناً ونقل حمولة بطول 5.1 متر ووزنها صافي 21 طناً ونظام تعليق مستقل. القدرات والمزايا الفنية. منظومة بافار قادرة على اعتراض وتدمير مختلف أنواع الأهداف الجوية لأنها تتمتع بزاوية استهداف تصل إلى 360 درجة وبمدى 260 كيلومتر، ما يعني أنها قادرة على خلق دائرة خطر تتراوح بين 260 إلى 360 كيلومتر ومن ارتفاع 28 متراً وحتى ارتفاع 27,000 متر. كما تتميز بالقدرة على الكشف المتزامن للأهداف بواقع 300 هدف في آن واحد، والقدرة على الاعتراض المتزامن للأهداف بواقع 60 هدفاً في ذات اللحظة، والقدرة على الاشتباك المتزامن مع 6 أهداف. فمن الناحية التقنية اعتمد مصممو المنظومة مسألة التشويش على المنظومة بأهمية بالغة، فجهزوها بأنظمة تعيق التشويش والهجمات المضادة الإلكترونية ولا تتأثر بموجات الرادارات السلبية. كما تم تزويدها بجهاز استشعار الكتروبصري وجهاز استشعار يعمل بالأشعة تحت الحمراء وشبكة اتصالات وأداة تخطيط المهمة، وجميع هذه الأجهزة والأنظمة مدمجة وقائمة بذاتها دون أن يتدخل بها العنصر البشري. يمكن للمنظومة مواجهة الصواريخ الباليستية، كما أنها قادرة على مواجهة طائرات الصيد والشبح والطائرات الاستراتيجية والقاذفات وطائرات بدون طيار وطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية الإلكترونية الخاصة والمروحيات، ومواجهة صواريخ كروز والصواريخ المضادة للرادارات والصواريخ الباليستية. كما أنها تتميز بالسرعة في العمل والسهولة في الإعداد والصيانة ومدة الصلاحية العالية وعامل السلامة المشغل. التسليح. يمكن لبافار أن تستخدم أكثر من نوع من صواريخ أرض جو، لكنها تتسلح رسمياً بصواريخ صياد من الجيل الرابع المتطورة والتي تأتي في 2 من قنابل الإطلاق المستطيلة. فهذا الصاروخ قادر على الوصول إلى ارتفاعات أعلى وإصابة أهدافها بدقة أكبر، حيث يستطيع هذا الصاروخ تدمير الأهداف على بعد 200 كيلومتر
وعلى ارتفاع 27 كيلومتر بإصابتها مباشرة أو بتفجير رأسه الحربي والإصابة بشظاياه. كما تبلغ سرعة القصوى لصاروخ صياد 4-5 ماخ، أي ما يعادل 6000 كيلومتر في الساعة. وميزة خاصة أخرى لهذه المنظومة الدفاعية بأنها تتمتع بنظام توجيه تركيبي وقدرة عملية عالية. وبتمتع صاروخ الصياد براداراته القادرة على تحمل الحرب الإلكترونية والقنابل الكهرومغناطيسية، الأمر الذي يحافظ على فعاليته ضد مختلف أنواع الهجمات، كما أنها قادرة على ضرب الصواريخ المضادة للإشعاع والرادار، والتي تستخدم لتدمير الدفاعات الجوية. الأنظمة التقنية للمنظومة. لعل أبرز ما يميز هذه المنظومة عن مثيلاتها أنها تتمتع بنظام فاكور القيادي، وهو نظام تحكم ذاتي ذكي لديه القدرة على جمع المعلومات من جميع الرادارات ذات الصلة بالدفاع الجوي، بما في ذلك الرادارات العسكرية وأنظمة القذائف وأنظمة القيادة والتحكم، كما أنه يعمل أيضاً على معالجتها وتوصيل الضروري منها للمختصين. كما تحوي المنظومة على نظام رسول المتقدم للاتصالات، وهو نظام لنقل المعلومات من مشهد المعركة إلى مراكز القيادة. أما الرادار فإن منظومة باور تحمل الرادار المتميز الصفيف، وهو رادار مرحلي يدور بدرجة 360 درجة حول نفسه، ويقوم بتتبع الأهداف الهوائية والصواريخ الباليستية في المدى المتوسط والطويل، وينقل هذا الرادار على الشاحنات الكبيرة والثقيلة مثل شاحنات زفار. ومن السمات البارزة للرادار الاعتراضي المستخدم في منظومة باور 373 هي قدرته على الكشف عن الأهداف المخفية بمقطع عرضي منخفض للغاية، وبهذه الميزة لن يكون هناك هدف خفي لهذا النظام. خارج إيران. بعد أن تمكنت إيران من حماية الأجواء الإيرانية بالكامل، أصبح لزاماً عليها حماية معسكراتها ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية ومقرات الحرس الثوري، على وجه التحديد مواقعها في سوريا التي أنهكها القصف الجوي الإسرائيلي، وفشلت منظمات الدفاع الجوي التي يمتلكها جيش بشار الأسد في حمايتها، مما دفع بها لإخراج المنظومة وتهديد أمن تقنيتها وصناعتها. في الختام، فإن فرص نجاة طائرات الجيل الرابع والجيل الرابع المتطور تعتبر ضئيلة جداً في مجابهة هذه المنظومة. ليس ذلك فحسب، حتى طائرات الجيل الخامس الشبحية يمكن لصواريخ المنظومة الإيرانية تتبعها بصرياً وملاحقتها وتدميرها. وفي حال نجحت هذه المنظومة باستهداف طائرات F-35 الإسرائيلية، فإنها ستتربع على عرش الأنظمة الدفاعية، وستجعل من منظومتي S-400 وS-500 الروسيتان ومنظومة باتريوت الأمريكية مجرد خردة في سوق الأسلحة العالمية. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لمواصفات وأداء المنظومة الإيرانية؟ وهل تعتقد أنها قادرة على منع الهجمات الإسرائيلية؟